السلام عليكم أحبائي يا تلاميذ الصف الأول، أهلاً وسهلاً بكم في حصة اللغة العربية. اليوم أحبائي درسنا في المحور الثالث حيوانات أحبها. الدرس الأول خليل والخروف الصغير. حرف الخاء. الأهداف: سأتعلم في هذه الحصة أن أصغي إلى قصة خليل والخروف الصغير وأجيب عن أسئلتها إجابة تامة، أن أعرف بعض الحيوانات الأليفة وفوائدها، أن أتعرف أشكال وأصوات الحرف خاء. أحتاج إلى كتاب القراءة العربية، أفتحه على الصفحتين 38 و 39. ألاحظ وأعبر. انظروا جيدا أحبائي إلى الصورة، ماذا ترون؟ أحسنتم، إنه قطيع خراف. ماذا نستفيد من الخروف؟ رائع أحبائي، الخروف يعطينا الصوف. وماذا تعطينا النعجة؟ أحسنتم، النعجة تعطينا الحليب. والآن أحبائي، ما رأيكم أن نستمع إلى قصة عن الخراف؟ هيا بنا. عنوان قصتنا خليل والخروف الصغير. خرج خليل وعائلته في نزهة إلى البرية. نزلوا في حقل أخضر خارج البلدة. شاهد خليل قطيع خراف يرعى العشب الأخضر. اقترب خليل من راعي القطيع وقال له: الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أجاب الراعي. أعجب خليل بخروف صغير حمل. رآه يرعى العشب الأخضر، لمس صوفه فوجده ناعما. ما أجمل هذا الحمل، إنه وديع لطيف. أخذ يلاعبه، والحمل يركض ويقفز من مكان إلى آخر، وخليل يتبعه. شاهدت النعجة خليلا يلاعب صغيرها فركضت نحوه. خاف خليل وركض إلى والده. طمأنه والده قائلا: لا تخف، إن النعجة لا تؤذيك، فهي تدافع عن صغيرها كما تدافع عنك أمك. والآن أحبائي، بعد أن استمعنا للقصة سنجري محادثة حولها، هيا بنا. ما هو عنوان القصة؟ عنوان القصة هو خليل والخروف الصغير. ماذا فعل خليل مع عائلته؟ خرج خليل مع عائلته في نزهة. ماذا شاهد هناك؟ شاهد هناك قطيع خراف يرعى العشب الأخضر. بما أعجب خليل؟ أعجب خليل بخروف صغير. والآن أحبائي، حان وقت اكتشاف الحرف. اسمعوا جيدا الكلمات لتحددوا الحرف الذي يتكرر. هيا نبدأ. خليل،
خروف، خاف، قطيع خراف، خرج. ما هو الحرف الذي يتكرر يا ترى؟ أحسنتم، إنه حرف الخاء، صوته خ. والآن هيا نحوق حرف الخاء في هذه الكلمات. ممتاز يا أبطال. لحرف الخاء أشكال عديدة. خاء في أول الكلمة خروف، خاء في وسط الكلمة مختار، خاء في آخر الكلمة فخ، وخاء منفصل في آخر الكلمة أخ. أصوات حرف الخاء القصيرة هي خ، خوخ، خو، خبز، خ، خراف. والأصوات الطويلة هي خا، خاف، خو، فخور، خي، مخيف. والآن أحبائي، ماذا تعلمتم؟ تعلمت في هذه الحصة أن أصغي إلى القصة وأجيب عن أسئلتها إجابة تامة. تعلمت مفردات جديدة تحوي الحرف خاء، وتعلمت أيضاً أشكال وأصوات الحرف خاء. ماذا لدي في مفكرتي؟ أصغي إلى قصة خليل والخروف الصغير، أجب عن أسئلتها إجابة تامة. كان عملكم رائعاً أحبائي، إلى اللقاء.